مستعد لمعارضة. فهو في قناعة دخل في مناورة سياسية كبرى عندما أمر بجلاء قوات الأمم المتحدة عن خليج إيلات، حتى الأردن، حتى نظام الملك حسين، نعم، فتحت الإذاعة الأردنية صارت تزايد على عبد الناصر، أيوه، إنه اللي بده يحارب بكونش حاطط قوات طوارئ بينه وبين العدو الإسرائيلي. فعبد الناصر وقع بخط بفخ الاستفزاز، فاستجاب إنه أنا بعمل وبسوي والآخره، وانسحبوا يا قوات أمم المتحدة. يعني عمل بلفة سياسية كبرى، فقالوا له الإسرائيليين تفضل. وما ظن إنه إسرائيل ممكن تلعب هذه اللعبة. اثنين، اللي وقع عبد الناصر المستشار الكبير السوفيت اللي قالوا له ضبضب حالك، ما في حرب، ما في حرب. وجونسون اللي بعد كمان قال له انه ارجوك انه ما يعني ما في حرب. وشارل ديغول، طب يعني حتى فرنسا فرنسا قال له يعني اذا انت بتدخل انا ضدك. ووافق بوعده شارل ديغول، يعني بدليل انه يعني هل هذه مؤامره دوليه؟ يعني هذا ما جرى يا اخت سعاد. في بكره كلمه مؤامره، لكن هذا الذي جرى. هذا الذي جرى طبعا. وهلا يعني معلش الجرح صار مفتوح و... يمكن الحديث يمكن الحديث. ثم هذه القياده اللي كانوا يحاولوا معفنه لعبد الناصر، نعم، للاسف يعني. ما حدا كان يعرف ان عبد الحكيم عامر رحمه الله الان يعني انه عامل قياده محششه وطلع لي شم الهواء في والحرب على الابواب ومعلن لدى المخابرات المصريه انه يوم الاثنين الساعه 8 في هجوم. استاذ شفيق، يعني انا لا اريد ان ندخل في تفاصيل حرب ال 67، ولكن اريد ان اسال عن نتائج هذه الحرب على الساحه الفلسطينيه. شوف، ترتب على هذه الحرب انعقاد مؤتمر القمة العربية في السودان في الخرطوم، وشاء حظي أن أكون يعني موجودا في هذا المؤتمر، مؤتمر اللاءات المشهور اللي دائما بقول إنه هي ناقصة لاء رابعة، دائما بقول لا تعايش لا تفاوض لا صلح مع إسرائيل، هذه اللاءات الثلاثة التي نص عليها البيان الختامي، ولكن كان هنالك لا رابعة اسمها ناقصة الانفراد لأي دولة عربية بصلح، وهذا للأسف كان يجري، وهذا الذي جرى في بابا. نعم. هذا الذي جرى، وعلى أثره طبعا المنظمة انسحبت من مؤتمر القمة، وهذه الناس نسوها وبيعرفوهاش، وهذا ظلم لأحمد الشقيري. أحمد الشقيري استقال بعد ذلك. أحمد انسحب الشقيري. لا، انسحب من مؤتمر من مؤتمر القمة العربي، وأعلن في بيان ليش انسحب. شو بدنا في هذه تفاصيل، لكن بدي أعطيك العنوان الخطير، لأن سؤالك أثر هذه الحرب على الساحة الفلسطينية. حرب 67، نكسة 67 أسقطت نهائيا المطالبة الفلسطينية والعربية، ولا سيما العربية، بأراضي فلسطين 48. لأنه عندما أشير إلى إزالة آثار العدوان، نعم، جاء بالنص، وأنا صعقت يومتها عندما سمعت النص لأول مرة بسمعه، عن الأراضي الفلسطينية المحتلة حديثا. طب وماذا عن الأراضي المحتلة مش حديثا؟ معناها راحت. رغم اللاءات اللي يعني استهوت الناس، لكنه أنا بعرف ولا أريد أن أظلم عبد الناصر، أنه عبد الناصر وافق على هذا الكلام مؤجلا قضية فلسطين، لأنه كان يعتقد أنه حق، أنه أي حديث عن فلسطين لفظي لا قيمة له إن لم تستعيد مصر قدرتها العسكرية. وكان أولويته أنه قولوا ما شئتم، ولكني أريد أن أعيد بناء قواتي المسلحة. لأنه أنا أذكر
أن كان هنالك سلسلة من القرارات الثورية التي لا تخطر لك على بال، كنا اتخذناها على مستوى وزراء النفط والمال الذي عقد قبل القمة بأشهر بأسابيع حتى في بغداد، ومؤتمر وزراء الخارجية الذي عقد مباشرة قبيل القمة في الخرطوم، سحب الأرصدة والأموال العربية من البنوك الغربية، وقف ضخ النفط، وقف الاستمرار في وقف ضخ النفط، إجلاء ما تبقى من قواعد عسكرية في الوطن العربي، إقامة صندوق عربي لتحرير فلسطين، ومشاريع إلها أول وليس لها. عبد الناصر أدرك أن هذول الدول العربية لم تشترك فيها، ما خص بهذا الموضوع، ولا سيما لا تنسي أنه كان لسه عم بحارب السعودية ومصر عم بحاربوا بعض في اليمن. طب في تلك الفترة بدأت تظهر على السطح يعني مبادرات لحل النزاع بالمفاوضات، كانت هناك مبادرات أمريكية، مبادرات أوروبية، كان هناك مشروع الرئيس تيتو الرئيس اليوغوسلافي، كان هناك مشروع الملك حسين، أظن أن عبد الناصر كان مع هذا المشروع، كانت هناك خلافات حول هذه المبادرات. طبعا كان هناك عدة مشاريع، وكان عبد الناصر كما قال للعرب، وأنا شاهد عيان وقاعد، إنه في من شمت بعبد الناصر يعني، وكانوا دهاقنا في التعبير عن شماتته. نعم عبد الناصر. نعم انا عبد الناصر، انا ما فيش خلاف بيني وبين امريكا غير قضيه فلسطين، اذا بدكم افك ارتباطي بقضيه فلسطين المستعمر، لانه في مشاريع، وعدد هو المشاريع التي تفضلت بالاشاره اليها، هذه كلها مشاريع كانت واصله عند عبد الناصر وقالها في عرضه. انا من الامريكان بيقولوا كذا وكذا وكذا، تيتو بقول كذا وكذا وكذا، الهند بتقول كذا وكذا وكذا، الأمم المتحدة لها رأي كذا وكذا وكذا، فإذا عاوزيني أفك ارتباط ما بعودش في مشكلة بينه وبين الأمريكان على الإطلاق. أنا ليس بيني وبين أمريكا إلا قضية الصراع مع إسرائيل. فعلى هذا الأساس وافقوا على أن يعني يقيموا موازنة مالية ل تعويض الحكومة المصرية عما خسرته من في قناة السويس وفي مصانع تكرير البترول وفي سيناء عفوا، ومساعدة عبد الناصر لبناء إعادة بناء قواته المسلحة. هو كان مراهن على أنه لما أسترد قوتي لكل حادث حديث، لكن الخطر فعلا أنه أصبحت أدبيات الخارجية العربية تتحدث فقط عن الأرض المحتلة سنة 1967. هنا الفرق أو السبب الذي جعل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح بالذات وياسر عرفات الذي يمثل هذا كله أن يصبح الرقم واحد تقريبا في الوطن العربي، لأنه قال لا للقرار 242 الذي أقرته قمة الخرطوم، قال لا. طبعا ما عنده شيء عمار يخسره، ما فيش. طبعا الشقيري قال لا، لكن الشقيري قدروا يعزلوا بقى. نعم استقال الشقيري وسدلي بيحيى حمودة في تلك الفترة. اي نعم الشقيري اولا كان لابد من كبش فداء، فكان الشقيري طبعا كنا نحن على خلاف يعني ما كثير يعني كان ما بقيش من يدافع عنه، وهو حتى قدم استقالته للشعب الفلسطيني مش لمنظمة التحرير. نعم. عبر الإذاعة. وكانت الناس حتى واحد مثلي قضى طول هذه الفترة وهو على خلاف التوريط وما التوريط، كنا نحكي عن خالد الحسن وعن فتح، لكن بعد ما راحت القدس وراحت غزة وراحت الضفة الغربية شو عاد في خلاف بينه وبين فتح؟ يعني اللي كنت خايف منه صار، فصار ليس أمامي إلا القبول بإيد الكفاح المسلح هو السبيل. وبدأت يا ستي تهجم مئات الشباب، إن لم أقل آلاف الشباب، على المنظمة، على الأغوار، الأغوار حيث كان هنالك بداية معسكرات التدريب لجيش التحرير الفلسطيني ولفتح ولمنظمة التحرير. طب أنا انتهى وقتنا يعني تقريبا، أريد باختصار شديد هنا، كيف وصل ياسر عرفات إلى رئاسة المنظمة؟ أبدا في يعني عندما استقال الشقيري
اجتمعت اللجنة التنفيذية التي